فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبو نوح سأل عن أنه يرى الناس وهم يأكلون يشربون بالشمال فينكر عليهم فيقول أن هذا الأمر غير محرم وإنما هو مكروه. الصواب أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقد نهينا عن اتباع الشيطان فهو محرم. فنقول أخي الكريم استمر على الإنكار على من رأيته يشرب بيساره، لكن ينبغي أن يكون ذلك بلطف وبرفق.